مستمر معاك يا كابتن اسامه ومع نجوم الاستوديو التحليلي. يعني انت عارف الفرحه بتبقى مهمه جدا، هم توأم، بس احنا يعني النهارده هناخد حسام عادل، حسام قلب الدفاع التاني اللي كان بيلعب بجوار اللاعب احمد عبدين. حسام برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. الاول لا طمني على ابراهيم. الحمد لله، يعني ابراهيم اخوه تمام، كله كويس، هو جاله شد خفيف بس اجاهات، والحمد لله يعني يرجع احسن منها ان شاء الله. الماتش الجاي بقى يلعب معاه. قول لي الثنائيه بتاعتك مع احمد عبدين في قلب الدفاع، بشوف في بينكم تفاهم انسجام، انتوا متعودين بتتكلموا مع بعض ولا بتبقى تعليمات من الجهاز الفني؟ الحمد لله، يعني احنا انا وعبدين بنلعب مع بعض كويس، واحنا منسجمين مع بعض، وان شاء الله ناخد الدوري يعني. وان شاء الله انا وعبدين على طول يعني بنكلم بعض ومتفاهمين مع بعض، وان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه. قول لي بقى الكابتن بيتلخبط ما بينكم في الشكل، ما بين حسام وابراهيم، ولا ايه الموضوع؟ هو ساعات بس بيجي يندى على ابراهيم يقول له حسام، وساعات يجي يقول لي ابراهيم، فهو بيفضل يتلخبط بين انا اخويا يعني. وساعات في حتى في المحاضره بيبقى قصدي على ابراهيم يروح قايل حسام، فعلى طول يعني بيتلخبط بيننا. بيعرفكم الارقام؟ اه بيعرفنا من الركب، وساعات يعني كابتن احمد رؤوف عرفنا وكابتن سامر يعني عرفنا، والحمد لله احنا لعبنا ماتش كويس والحمد لله كسبنا. اشكرك يا حسام وبالتوفيق باذن الله. باذن الله ان شاء الله نكسب. اخر واحد معانا بقى كابتن اسامه، احمد محمد سعد، وده يعني محمد احمد سعد الشقيق الاصغر لشهاب الدين احمد، لاعب النادي الاهلي السابق وصاحب الهدف والهدف الفوز وهدف الدقيقه 90. شيبه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، تحيات الكابتن اسامه حسني، الكابتن شريف عبد المنعم، الكابتن محمد حشيش. مهم جدا ان يبقى عندي لعيب النادي الاهلي وشخصيه لعيب النادي الاهلي ان انا بلعب لاخر دقيقه. الحمد لله، بشكر الكابتن اسامه والكابتن شريف وكل الموجودين في الاستوديو، والحمد لله على الفوز النهارده، واللعيبه كلها رجاله، والحمد لله ده توفيق من ربنا الجون ده الحمد لله يعني. قول لي وانت نازل كبديل الكابتن سامر عبد الرحمن قال لك ايه اهم التعليمات اللي قالها لك؟ هو الكابتن سامر والكابتن احمد رؤوف قالوا لي هتنزل وهتجيب جون ان شاء الله وانت اللي هتكسبنا، والحمد لله ربنا وفقني وجبت الجون. اوصف لي بقى الجون، لان انا شفت هدوء الحارس طلع عليك، استنيت لما الحارس يعني كان عندك هدوء وعندك تركيز ان انت عايز ترقص الجون وتحطها في الشباك. هو الحمد لله ده اول حاجه توفيق من عند ربنا، هدف حلو وامانه في مهاره يعني بيمرنا على الكره دي على طول، ان احنا نقطع من قدام المدافعين وناخد الكره ونحطهم في دارنا ونروح للجوه بس الحمد لله. كابتن اسامه بيشيد بالهدف، بيقول لك هدف حلو وهدف ملعوب وفي مهاره وفي كلام كتير جدا من الكابتن اسامه حسني. حبيبي كابتن اسامه، وان شاء الله مش اخر مره يعني يستمر بقى على كده ويعرف ان كنت مبسوط ان استمر على نفس المستوى، يعرف ان الخمس دقائق 10 دقائق اتفضل كابتن شريف نزل وخلص المباراه يعني، فيستمر على هذا الاداء الجيد الحمد لله. كابتن شريف عبد المنعم بيقول لك حافظ على ادائك الجيد واعرف ان الخمس دقائق زيهم زي ال 90 دقيقه، المهم ان انت تنزل تكون مؤثر مع فريق النادي الاهلي. توعد الكابتن شريف، توعد جماهير النادي الاهلي بيه. ان شاء الله يعني البطوله بتاعتنا، واوعد الكابتن شريف يعني البطوله ان شاء الله بتاعتنا، وان شاء الله كل مباراه فوز ان شاء الله يعني. باذن الله. شيبه بشكرك والتوفيق في اللي جاي. حبيبي كابتن اسامه، دي كانت تغطيتنا طبعا من داخل ملعب النادي الاهلي بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر لمباراه الاهلي وانبي في بطوله الجمهوريه مواليد 2006، وفوز فريق النادي الاهلي على فريق انبي بهدفين مقابل هدف. مبروك لفريق النادي الاهلي من جديد، تعود الكلمه للكابتن اسامه حسني وضيوفي الكرام. وانا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق.